زتال التهانينا وانه مسجد الشحاني والتهاني لمحبين هذا الشعار وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ايها الاعزاء الاشواط تتواصل وكذلك الزملاء المعلقين يتواصلون في التعليق والابداع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل انطلاقات اليوم الخاص بالكبار هجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، حيث تابعنا ظهور أسماء جديدة وانطلاقة شعارات كبيرة في هذا اليوم. أهني هجن الشحانية على فوز مضمون في الشوط الماضي، ومضمون غني عن التعريف من خلال إنجازاته الكبيرة في ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. ينطلق شوط جديد وشوط خاص بالحيل واندفاع أسماء جديدة وأسماء سجلت حروفها من ذهب في هذا العالم الساحر. أبدأ مع حضراتكم بصاحبة المركز الأول، هي أريام اللي تحتل المركز الأول، ملكية أريام لهجن الشحانية، ويتابعها المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تليها بالمركز الثاني أيضا من هجن الشحانية وانطلاقة الدرعية على المركز الثاني تحمل الرقم 8 بشعار هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة. ثالثا الشحانية تنطلق لهجن الشحانية سالم بن فاران المري يتابعها ومنشودة على المركز الرابع مع شعار هجن الشحانية يتابعها محمد بن خالد العطية. وخامسا شعار هجن الشحانية والمتابعة مع سلطان الوهيبي واسمها هجمة. إذن المراكز الخمسة الأولى وهذا الشعار العنابي وهذه الانطلاقة وهذا الاستعداد المبكر من هذه الأسماء في هذا الموسم، موسم 2014-2015. هناك شعارات حاضرة ومنطلقة ومندفعة، لكن المراكز الخمسة الأولى هي لهجن الشحانية وانطلاقة هذا الشعار. هناك محمد بن خالد العطية، هناك سالم بن فران، هناك سلطان الوهيبي، المضمرون الذين يتابعون نجاحات واستمرار هذا الشعار الكبير من خلال مشاركاته المميزة. شعار هجن الشحانية وانطلاقة هذه الأسماء، هذه الدرعية على المركز الأول، الدرعية لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابعها. هذا مضمر الجزيرة، قدم الجزيرة الأسطورة العملاقة الكبيرة التي شاركت وحصلت على نواميس متعددة، نواميس طليت وسجلت حروفها من ذهب في هذا العالم الساحر. المركز الثاني أريام تحتل المركز الثاني، تنطلق بالمركز الثاني هجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن الوهيبي يقدم اسمين، المركز الأول والثاني يتابعهن الوهيبي، المركز الأول الدرعية ومعها أريام بالمركز الثاني. سالم بن فاران المري يقدم مزنة اللي تحتل المركز الثالث بشعار هجن الشحانية، وهذا اللي قدم الشوط الرئيسي، فاز معنا سالم بن فاران بالشوط الرئيسي من خلال فوز هوايل في الشوط الرئيسي الأول صباح هذا اليوم. افتتح الأشواط بجابر اليوم، افتتح الأشواط كعادته دائما، كعادة سالم بن فاران المري يقدم الأسماء الكبيرة، وتخصص بجابر دائما مع الكبار ومع الأشواط الرئيسية. نتمنى لك التوفيق كما نتمنى لإخوانك المضمرين في هذا العالم الساحر. المركز الرابع، شوف المركز الرابع على الناهل اللي بالمركز الثالث، هذه هي ريام، ولكن المركز الرابع
المركز الرابع تحمل الرقم 6 الغارية لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الرابع. هنا محمد بن خالد العطية عند اللي بالمركز الخامس تحمل الرقم 5 اسمها منشودة، يقدم أسماء مميزة محمد بن خالد، تخصص أيضا مع الكبار بو خالد، وها هو يقدم منشودة، يستعد مبكرا بو خالد لخوض هذا الموسم بكل ما أوتي من 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 هجن مرشحة وهجن صاحبة إنجازات. يا سلام، نتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك التوفيق بو خالد. الله، هذه اللي بالمركز الخامس أعلنتها لحضراتكم، اللي هي منشودة بشعار هجن الشيحانية محمد بن خالد العطية، وحنا عند لوحة واحد، عند لوحة واحد، عند لوحة واحد. يا سلام، انطلق شعار هجن الشيحانية وبدأ الانطلاق والهبوط التدريجي نحو خط النهاية ونحو مدرج الناموس. هذه الغارية على الشاشة تتابعونها، على الشاشة وحدانية في الكادر الفوقاني، وحدها ترقص، وحدها تسير، وحدها تنطلق، وحدها في هذا الموقف. يا سلام، هذه الغارية على المركز الأول، شعار هجن الشيحانية سلطان الوهيبي في المتابعة. هنا المركز الثاني مزنة، وديروا بالكم من مزنة، هجن الشيحانية سالم بن فاران المري. المركز الثالث، المركز الثالث الدرعية لهجن الشيحانية سلطان الوهيبي، واقترب العطية باقترام منشودة مع المركز الثالث. وصلكم العطية، ديروا بالكم من العطية، ولكن اللحظات الأخيرة الأخيرة الأخيرة، نحن مع المقدمة ومع الصدارة ومع الغارية. تهنئة أزفها وأقدمها وأهديها لهجن الشيحانية ومحبي هجن الشيحانية والقائمين على هجن الشيحانية على فوز الغارية بالمركز الأول، وأهني سلطان الوهيبي اللي قدمها في هذا الشوط. المركز الثاني، مزنة احتلت المركز الثاني بشعار هجن الشيحانية. ثالثا وصلت الدرعية بشعار هجن الشيحانية، والمركز الرابع، المركز الرابع منشودة، والمركز الخامس هجمة، كلاهما لهجن الشيحانية. إذن المراكز الخمسة الأولى عند هجن الشيحانية، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وتهنئة صاحبة المركز الأول اللي يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيب. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 8 دقائق 7 ثواني، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وهذه مزنة احتلت المركز الثاني. التوقيت الزمني 8 دقائق 9 ثواني، 24 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري. ثالثا 8 دقائق 9 ثواني، 34 جزء من الثانية. توقيت